اليأس السافر. لقد طالت فترة غياب الإمام المهدي عجل الله فرجه أكثر مما كان يتوقع، فقد تفانت الأجيال تلو الأجيال وهي تترقب ظهوره سنة بعد سنة وأسبوعا بعد أسبوع وربما يوما بعد يوم. وكم كان الذين وجدوا بعض علائم ظهوره فوقفوا على أهبة الاستعداد لتلبية ندائه، وما كانوا يرقدون في الليل إلا ويتوسدون أسلحتهم حتى إذا أهاب بهم المنادي لا يكون لديهم ما يعوقهم عن الإسراع إليه. وكم كان الذين قرأوا في الأحاديث أن توقيت ظهوره يصادف يوم الجمعة فألزموا أنفسهم بالخروج إلى الصحراء صبيحة أيام الجمعة بكامل أسلحتهم، حتى إذا خرج يلتقيهم وكأنهم على موعد. وكم كان الذين رأوا في المنام أشياء أو قرأوا أحاديث فطبقوها على وقت معين فبادروا إلى تصفية حساباتهم قبل ذلك الوقت، حتى إذا خرج وقتلوا بين يديه لا يكون عليهم شيء من حقوق الناس أو من حقوق الله. وكم كان الذين يؤجلون تصفية حسابات خصومهم إلى حين ظهوره حتى يكون هو الذي يثأر لهم، ثم يأتي الرجل في هذا اليوم فيقرأ أو يسمع أن آباءه ماتوا انتظارا ومرت مئات السنين ومئات السنين ولم يظهر الإمام المنتظر، فيمتلكه اليأس من ظهوره، أو يحدث نفسه قائلا حتى لو كان الإمام المنتظر باقيا ويظهر في يوم من الأيام فما الذي يشير إلى أنني سأراه؟ ولربما لا يظهر إلا بعد مئات السنين أو آلاف السنين كما لم يظهر حتى اليوم، وقد مر على غيابه 11 قرنا ومئات الملايين من الشيعة في كل جيل ومن كل مكان يعدون اللحظات في انتظاره. ثم يستنتج: إذن علي أن أجري كل حساباتي على أنه لا يظهر مطلقا، أو أنه لا يظهر في عهدي على الأقل. وقد عبر الإمام عن هذا اليأس السافر بقوله: ستطول غيبته حتى يرجع عنه أكثر القائلين به. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعبين.